السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد من لعبة GTA San Andreas. في هذا المقطع يا رفاق سأكشف لكم أكبر سر حيرة لاعبي GTA San Andreas، وهو النقطة أو الحرف N في الخريطة المصغرة لGTA San Andreas، وماذا تعني وهل يمكن الوصول إليها فعلا أم لا. اولا دعوني اشكركم من كل قلب يا رفاق على دعمكم الرهيب والمستمر، شكرا شكرا لكم يا رفاق، واتمنى ان يواصل دعمكم الرهيب على هذا الشكل. وهيا لنبدا. حسنا، ماذا يعني الحرف N؟ الحرف N يرمز الى اتجاه نحو الشمال بمعنى نورث. N هي اختصار نورث وهي الشمال، وهذا الحرف N موجود في أغلب الألعاب أو في الخرائط الألعاب، وهو يساعدك على معرفة الاتجاهات، هل أنت ذاهب إلى الشمال أم نحو الجنوب وغيرها من الاتجاهات. وأيضا معظم لاعبي GTA San Andreas حاولوا الذهاب والوصول إلى ذلك المكان، لكن سرعان ما استسلموا وفشلوا في الوصول إليه. وطبعا أنا أيضا حاولت أن أصل إلى تلك النقطة لكن فشلت كثيرا. حسنا، دعونا بالأول نجرب الوصول إليها مرة ثانية وننطلق نحو الحرف N، ولكي نرى ونكتشف معا هل سنستطيع الوصول إليها بالطريقة العادية أم لا نستطيع. فإذا حاولنا الدخول إلى الخريطة كما ترون معي، انظروا، ندخل إلى الماب، بعد ذلك كما ترون لا يوجد الحرف N في الخريطة الكبيرة لGTA San Andreas لأنه غير ضروري، يمكنك تحديد الاتجاهات يعني في الخريطة بكل سهولة في هذه الخريطة الكبيرة، بينما الخريطة المصغرة لا نستطيع إيجاد يصعب علينا تحديد الاتجاهات كما ترون، حتى ولو قمنا بتكبير الخريطة فلا نستطيع إيجاد الحرف N، فقط توجد في الخريطة المصغرة حتى يستطيع يعني اللاعبين يعني معرفة الاتجاهات أثناء لعبهم فقط. طيب، هل يمكننا فعلا الوصول إليه بالطريقة العادية؟ لا يمكننا أبدا أبدا، فهذا مستحيل، ولكن لا تقلقوا، فلا يوجد شيء اسمه المستحيل ما دمت مصرا على فعل شيء ما. واليوم وجدت لكم خدعتين أو طريقتين للوصول إلى الحرف N في هذا المقطع، ففي هذا المقطع سوف أشارك معكم الطريقة الأولى فقط، أما بالنسبة للطريقة الثانية فسوف أشاركها معكم في المقطع الثاني إن شاء الله. فبالأول سوف أحاول الوصول إلى هناك باستخدام النوكليب كما ترون، لكي أثبت لكم بأن الوصول إلى تلك النقطة أمر مستحيل، أمر صعب، صعب جدا ومستحيل أيضا. حسنا يا رفاق، الآن بدأت في استخدام النوكليب، وأنا الآن أتجه نحو الشمال كما ترون معي إلى الحرف N، وكما ترون أنا الآن أرفع السرعة، انظروا معي إلى السرعة، وصلنا إلى 45 أو 48، لا أستطيع رؤيتها بشكل جيد. على العموم دعونا نستمر ونرى ماذا سيحدث إذا قمنا يعني بالذهاب إلى الحرف N باستخدام النوكليب فقط وبسرعة خيالية. انظروا معي، الآن تجاوزنا السبعون ونحن الآن وصلنا إلى 80 في السرعة كما ترون، سرعة خرافية. شوفوا شكل سي جاي بدأ يتحرك، جسده بدأ يتحرك قليلا، انظروا معي، لا أعرف إذا كان هذا بسبب الجليتشات أو لا أعرف بالضبط، لكن انظروا معي للسرعة أيضا، السرعة خيالية، يمكنك قطع خريطة GTA San Andreas في ثانية واحدة فقط أو أقل باستخدام هذه السرعة الآن التي أمشي بها حاليا، فيمكنك قطع يعني خريطة GTA San Andreas بالكامل في خلال أقل من ثانية. فدعوني أستمر يعني في نحو التقدم إلى الأمام نحو الشمال لكي نرى هل نستطيع فعلا الوصول وماذا سيحدث بالضبط. انظروا معي إلى سي جاي كيف يتحرك، شوفوا معي بدأ سي جاي يصيبه الجليتش يا رفاق كما ترون معي، شوفوا معي جسده كيف يصبح، لا أصدق. مرت 10 دقائق تقريبا وأنا ما زلت مستمر يعني في الوصول إلى النقطة N،
لكن لم أصل إليها. انظروا معي إلى جسد سي جاي، بدأ يعني يتحرك بشكل كبير أكثر من السابق كما ترون معي، ووصلت إلى سرعة خيالية بالنوكليب. لا أريد الصراحة أن أقوم يعني بالإسراع أكثر حتى لا تتوقف اللعبة، أو من يدري ماذا سيحصل مع اللعبة، وخاصة مع أنني ضيعت الكثير من الوقت. شوفوا انظروا معي عندما توقفت، شوفوا يا رفاق ماذا حصل لسي جاي. لا أصدق، انظروا معي أصابه الجليتش. هل رأيتم الجسد سي جاي كيف أصبح؟ هذا ما سيحدث لكم يا رفاق إذا حاولتم الوصول إلى إن. فسي جاي سوف يصيبه الجليتش، لن يصبح يعني بجسده، لن يكون يعني على الشكل الطبيعي، وسوف يصبح جسده كما ترون الآن. هل رأيتم ذلك؟ غريب. على العموم هذه هي الطريقة الأولى التي ليست هذه الطريقة الأولى، هذه فقط تجربة بسيطة أردت أن أقوم بتجربتها معكم، ماذا سيحدث إذا حاولنا الوصول إليها باستخدام النوكليب. أما بالنسبة للطريقة الثانية، أما بالنسبة للطريقة الأولى التي حدثتكم عليها، فعلي الخروج من اللعبة والذهاب إلى سطح المكتب حتى أريكم بالتفاصيل كيف تقومون بالوصول إلى حرف N. حسناً يا رفاق، بالنسبة للطريقة الأولى التي حدثتكم عنها، أولاً عليكم تحميل هذا البرنامج الذي ترونه معي، GTA Sacrazy Trainer، عليكم تحميله، وطريقة تركيبه سهلة جداً، سوف أضع لكم رابط المود في أسفل الديسكريبشن لمن يريد تحميله وتجربته. عليكم نسخ الملفات التي سوف تجدونها عندما تقومون بفك الضغط عن ملف وينرار، تقومون بنسخ الملفين وتلصقهما في مجلد اللعبة مباشرة. بعد ذلك قبل تشغيل اللعبة GTA San Andreas عليكم الضغط على هذه، لا تشغلوا اللعبة من الأيقونة يعني العادية، بل شغلوا اللعبة من هذا البرنامج، تضغطون على البرنامج مرتين، بعد ذلك تضغطون على لانش يعني تشغيل اللعبة. حسنا كما ترون بعد أن قمنا بتشغيل اللعبة من ذلك البرنامج كما أخبرتكم، الآن علينا العودة إلى سطح المكتب من جديد. وطبعا يا رفاق ليس عليكم إغلاق اللعبة بالكامل، فقط عليكم أن تقوموا بإنزالها إلى هذا الشريط، شريط سطح المكتب، بعد ذلك تعودون إلى هذا البرنامج ثم تضغطون على تيليبورت، بعد ذلك سوف تظهر معكم هذه القائمة، ثم سوف تأتون إلى هذا الملف، أيضا سوف أتركه لكم في الديسكريبشن لمن يريده، فهو ضروري جدا، أو يمكنني نسخ هذه يعني ووضعها في الديسكريبشن يعني بدون أن تقوموا بتحميلها، سأضع لكم الإحداثيات في الديسكريبشن لأن هذه الأرقام هي التي سوف تحتاجونها فقط. على العموم تقومون بنسخ هذا الرقم من ناقص إلى رقم 5، ثم تعملون له كوبي يعني نسخ، بعد ذلك تأتون إلى خانة الخاصة به الإكس، ثم تعملون باست، بعد ذلك تعودون إلى الملف ثم تنسخون هذا الرقم، ممتاز، ثم تأتون إلى خانته الخاصة ثم تضغطون على لصق أو باست، بعد ذلك تنسخون هذا الرقم أيضا، ثم تذهبون إلى خانته الخاصة ثم تقومون بلصقه هناك، بعد ذلك تضغطون على كلمة apply. هكذا ليس عليكم يعني إقفال هذه القوائم، يمكنكم تركها وبعدها تعودون إلى اللعبة. ممتاز كما ترى. أوه ماذا حصل؟ شوفوا معي. وصلنا إلى الحرف N، هل رأيتم ذلك؟ انظروا معي يا رفاق، يا سلام. أوه سي جاي ظهر أخيرا، وهذا هو سي جاي. أوه ما هذا الشيء؟ وما هذا؟ ماذا يحصل؟ انظروا معي يا رفاق، بعد أن وصلنا إلى الحرف N هذا ما حدث معنا. اللعبة لا أعرف كيف أعبر عنها، لكن اللعبة أصابها جليتش كما ترون معي، لا أعرف كيف أقولها بصراحة، لكن كما ترون معي هذا ما سيحدث معكم إذا حاولتم الوصول إلى الحرف N. وكما ترون وصلنا إلى الحرف N
يعني رغما عن أنف شركة روكستار جيمز. أخيرا حققت حلمي يا رفاق، وصلت إلى ذلك الحرف واكتشفت أخيرا ماذا يوجد فيه. انظروا معي، هذا ما سيحدث معكم. أين سي جاي؟ أنا الآن في البحر يا رفاق، وصلنا إلى البحر كما ترون، لكن لا أعرف، لا يمكن يعني لا شيء يظهر معنا بشكل جيد. انظروا معي، إذا حاولت يعني المشي، يعني إذا حاولت أن أمشي قليلا، إذا حاولت أن أمشي أتقدم للأمام يعني أو أرجع، فمن الصعب جدا. فالصراحة الصراحة حاولت يعني خلف الكواليس، حاولت يعني الدخول إلى الخريطة لكي أرى نفسي أين أوجد، لكن بصراحة توقفت اللعبة فجأة ولم تعد تريد الاشتغال، وهذا ما أخشاه يا رفاق. لهذا أنا لن أحاول الدخول إلى الخريطة يعني حتى أريد قطع المقطع، حتى أريد يعني قطع الفيديو. بعد ذلك من الممكن أدخل إلى الخريطة ونرى معا أين وصلنا بالضبط. كما ترون يا رفاق، هذا ما سيحدث معكم. أعرف أنني قلتها مرارا وتكرارا، لكن الآن أعتقد بأنني سوف أقطع المقطع، لهذا سوف أدخل إلى الخريطة ونرى معا أين نحن بالضبط في خريطة جي تي اي سان أندرياس. وكما أخبرتكم لقد توقفت اللعبة مثل ما أخبرتكم. كما رأيتم يا رفاق، حققنا أخيرا حلم الطفولة، وهو الوصول إلى الحرف N في خريطة جي تي اي سان أندرياس، واكتشاف ماذا يوجد في ذلك المكان. وقد اكتشفنا كل هذا في حلقة اليوم. أما بالنسبة للطريقة الثانية يا رفاق، فسوف أشاركها معكم في مقطع ثاني، ليس في المقطع، لن أعدكم يعني في المقطع يعني القادم سوف نقوم بالطريقة الثانية، لكن أعدكم بأنني سوف أعمل مقطع ثاني، لأنني أعرف بأن هذا المقطع سوف يكون عليه دعم كبير جدا، لأن العديد منكم طلب مني أن أذهب إلى الحرف N وأكتشف ماذا يوجد هنا. ففي مقطع إن شاء الله عما قريب فسوف أشارك معكم الطريقة الثانية، وهي صعبة قليلا لكن ليست مستحيلة يا رفاق، نستطيع الوصول إليها من جديد. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وأيضا يا صديقي، لا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك لكي يكتشفون الطريقة كيف يصلون إلى الحرف N ويحققون أحلامهم، يعني أحلام الطفولة يعني في الوصول إلى الحرف N، ويكتشفون كل تلك الأشياء التي اكتشفتها معكم. فكان معكم أيوب أويوبي، مع السلامة.